السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي ولادي الصغننين ولادي بتوع الصف الأول الابتدائي، أهلا بكم معانا يا ولاد في مراجعة الفصل الدراسي الثاني لمادة التربية الدينية الإسلامية. طبعا يا ولادي حبايبي انتوا عارفين ان مادة التربية الدينية الإسلامية مادة جميلة جدا، بتعلمنا بعض الصفات الجميلة زي ايه؟ زي الصدق وزي الأمانة وزي ايه تاني يا ولاد؟ زي عدم الكذب، وصفات جميلة كتيرة جدا. وكمان بنتعلم قيمة التربية الدينية الإسلامية، اللي بنتعلم بنعرف رسولنا هو مين، ونعرف ديننا هو دين الايه، طبعا الدين الإسلامي. وكمان يا ولاد في بعض الشخصيات الجميلة الإسلامية اللي احنا بنكتسب منها صفات جميلة بناخدوها معانا يا ولاد ايه، قدوة في حياتنا. وطبعا القدوة بتاعنا اللي بيعلمنا كل شيء جميل هو مين؟ مش رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا يا ولاد بيقابلنا بقى بعد كده في التربية الدينية الإسلامية بعض الشخصيات الجميلة برضو اللي مع رسولنا، بنتعلم منها ايه؟ الصفات الحميدة والجميلة اللي انا بقتدي ايه بيها. هبدأ يا ولاد معاكو معانا اول حاجة القرآن الكريم. بدأ معايا يا ولاد بيقول لي رأس السؤال، بيقول لي أكمل الآية مما بين القوسين. عايزني يا ولاد أكمل، جايب لي بعض الكلمات من القرآن الكريم من سورة العلق، وعايزني يا ولاد أكمل بالكلمات ديت فين؟ في مكان النقط. بدأ يا ولاد قال لي بالقلم خلق الإنسان الأكرم. بدأ يا ولاد قال لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي نقط. ها يا حبيبتي هكمل وأقول إيه؟ الذي إيه؟ الذي خلق. خلق، برافو عليك شطورة جدا. تاني آية يا ولاد قال لي خلق الإنسان من، وعايزني أكمل، برافو علق. والكلمة يا ولاد اللي أنا أخدها من فوق إيه؟ أبقى أخد بالي أو أشطب عليها لو أنا في الامتحان، أشطب عليها بالخفيف كده وأخد بالي إن أنا اللي أخدته ما أكررهوش تاني وأبقى منتبه لنفسي. قال لي اقرأ وربك نقط. قال لي ايه يا ولاد؟ حبيبتي شطورة جدا، قالت لي الأكرم، برافو عليكي. الذي علم بالقلم. بالقلم، ممتازة. الذي علم بالقلم، علم ايه ما لم يعلم؟ الإنسان، برافو عليكي. قالت لي علم الإنسان ما لم يعلم. نقرأهم يا ولاد كده مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. كده يا ولاد الآيات اللي جات لي خلاص خلصت، وتعالى نشوف ايه اللي بعد كده عندنا في المراجعة بتاعتنا. قال لي أكمل المحذوف من الآيات مما بين القوسين. في يا ولاد عندي بعض الكلمات، الروح، الفجر، أنزلناه، القدر، خير. دي يا ولاد كلمات في سورة ايه؟ سورة القدر، صح كده؟ مش احنا اخدناها حبايبي مع بعض؟ تعالى يا ولاد نكمل الايات من سورة القدر. قال لي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا نقط في ليلة القدر. انا ايه يا ولاد؟ هاي حبيبتي انزلناه، برافو. قالت انا انزلناه في ليلة القدر، يبقى انا يا ولاد بكمل في المكان الفاضي من الكلمات اللي هو عطيها لي، بستعين بيها منين؟ من فوق، من خلال الحفظ بتاعي. تاني آية يا حبايبي قال لي إيه؟ وما أدراك ما ليلة الإيه؟ ممتازة شطورة خالص. ليلة القدر إيه من ألف شهر؟ خير. ليلة القدر خير من ألف شهر، برافو عليك شطورة. تنزل الملائكة وإيه؟ والروح. والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الفجر، برافو، ممتازه. يبقى انا اخد بالي يا اولاد الكلمات اللي باخدها من فوق ما اكررهاش طبعا، وابقى منتبه لحفظي واكتب الكلمات بصوره ايه؟ صحيحه من فوق لتحت. تعالى نقرا يا اولاد كده الايات مع بعض تاني. يبقى انا انزلناه في ليله القدر، وما ادراك ما ليله القدر، ليله القدر خير من الف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. تعالى يا أولاد نشوف في مراجعتنا إيه اللي تاني عندنا موجود. قال لي يا ميس هجيب لك الأحاديث الشريفة اللي كنا حافظينها وأخدينها معانا في مادة التربية الدينية. قال لي ثانيا الحديث، اكتب المحذوف من الحديث مما بين القوسين. برضه يا ولاد جايب لي كلمة استعين بها، يعني مسهل لك خالص السؤال ومسهل لي خالص الحديث، انت حافظه بس هو برضه بنستعينه بالكلمات اللي هو ايه جايبها لي. قال لي اليوم يؤمن رحمه. تعالى نشوف يا ولاد قال لي ايه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا حبايبي لما اسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول ايه عليه ايه؟
أفضل الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام، برافو. يبقى أسمع أولاد اسم الرسول أسلم إيه، أصلي عليه وأقول عليه أفضل الصلاة وإيه والسلام. قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان نقط بالله، هنقوله إيه يا حبيبتي؟ يؤمن. من كان يؤمن بالله، برافو. وإيه الآخر؟ واليوم الآخر. واليوم الآخر، ممتازة. فليصل إيه؟ رحم. فليصل رحمه. يبقى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. يبقى أولاد اللي بيؤمن بربنا وكمان بيؤمن إن في يوم قيامة ويوم آخر، لازم يا أولاد إيه يصل رحمه، اللي هم مين؟ اللي هم أقاربه. يصل مين؟ أقاربه، ويكلمهم، وإيه دايما العلاقة تبقى موصولة. طيب تعالى يا أولاد معايا كده نشوفوا السؤال اللي بعد كده. قال لي إيه؟ قال لي أكمل. طيب أول سؤال معايا يا أولاد بيقول لي إيه؟ هي تعرف تقرأي لي السؤال الأول؟ من صفات الله؟ قال لي من صفات الله نقط. هي أخدنا من صفات ربنا سبحانه وتعالى إيه يا حبيبتي؟ الغفور، برافو. قالت لي من صفات ربنا سبحانه وتعالى الغفور، شطورة خالص. تاني سؤال يا أولاد بيقول لي إيه؟ المسلم يستغفر الله في كل إيه؟ هي برافو الشاطر الجميل اللي مذاكر معايا وشطور خالص ده. قالت لي المسلم يستغفر الله في كل وقت. طيب تالت سؤال تقرأيه معايا. يتعبد المسلم بقراءة القرآن الكريم. المسلم يا ولد بيتعبد بقراءة ايه؟ القرآن الكريم، شطورة. رابع سؤال معايا في أكمل. القرآن الكريم يتكون من كم سورة سنة أولى؟ واتفقنا وقلنا عدد الصور اللي موجودة في كتاب القرآن الكريم كم سورة؟ 114. برافو عليك، قالت لي 114 إيه؟ 114 سورة، ممتازة خالص. خامس سؤال أولاد معايا في أكمل بيقول لي الملك المكلف بالوحي. هاي إحنا قلنا أولاد الوحي كم مين؟ سيدنا جبريل. سيدنا جبريل عليه السلام، برافو عليك. يبقى قلنا الملك المكلف بالوحي واللي هو نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم، هو مين الوحي دوت؟ هو جبريل عليه السلام، شطورة. باقي سؤال يا ولاد أكمل معايا. قال لي نزل الوحي على الرسول لما بلغ نقط عاما. اتفقنا وقلنا الرسول لما نزل عليه الوحي وهو في الغار يا ولاد كان غار ايه؟ غار حراء. كان عنده كم سنة؟ كان بلغ كم عاما؟ 40 عاما. 40 عاما، برافو. يبقى لي نزل الوحي على الرسول لما بلغ 40 عاما، ممتازة جدا. السؤال السابع أولاد معايا في أكمل. قال لي الركن الثالث من أركان الإسلام. هاي إحنا قلنا أصلا أركان الإسلام إيه هم؟ هاي أول ركن هو مين؟ مش الشهادتان؟ طب تاني ركن هاي؟ الصلاة. إيه؟ والزكاة. الزكاة تالت ركن، برافو. يبقى ما يسألني يقول لي الركن الثالث، أنا وصلت كده الركن الثالث ولا ما وصلتش؟ أنا وصلت. يبقى هو مين الركن الثالث من أركان الإسلام؟ الزكاة. الزكاة، برافو عليكي. ولو كملنا قلنا الركن الرابع هو إيه؟ الصوم. الصوم، برافو. والخامس قلنا اللي يقدر يروح فين؟ الحج، برافو عليكي، شطورة. طيب السؤال الثامن يا أولاد معايا في أكمل، هنقدر نقرأ كده السؤال بيقول لي إيه؟ يحج الناس إلى نقط. الناس يا ولاد كلهم لسه قايلين إن اللي بيقدر وربنا يعني أعطيه القدرة المقدرة المادية إن هو يقدر يروح يحج أو يزور بيت الله الحرام، هيروح فين يا ولاد؟ مكة. بيروح مكة. يبقى يحج الناس إلى فين؟ إلى مكة، برافو عليكي، شطورة خالص ومذاكرة. تاسع سؤال يا ولاد معايا في أكمل. قال لي نشرب من ماء إيه في الحج؟ هاي المية اللي دايما الناس اللي بيروحوا يزوروا مكة ويزوروا الكعبة بيجيبوا مية اسمها إيه يا ولاد؟ زمزم. ماء زمزم. يبقى شطورة، قالت لي نشرب من ماء زمزم في الحج، شطورة خالص. عاشر سؤال يا ولاد معايا في أكمل. قال لي نبدأ أعمال الحج بارتداء ملابس إيه؟ قلنا أول حاجة خالص في أعمال الحج بنلبسه ملابس إيه؟ الإحرام. ممتازة، قالت لي ملابس الإحرام، شطورة خالص. أنتوا شاطرين خالص يا سنة أولى. تعالوا يا ولاد كده نشوفوا بقية السؤال برضو معانا. قال لي السؤال ال11، قال لي عيد الاضحى ياتي في شهر ايه؟ احنا عارفين العيد الاضحى ده اللي احنا بنضحوا بيه بالخروف، صح كده؟ او باي ايه، او بقره او اي حاجه تقدر عليها. طيب عيد الاضحى ده بيجي في شهر اسمه ايه يا اولاد؟ ذي الحجه. ممتازه، قالت لي يا ميس شهر اسمه ايه؟ ذي الحجه. طيب السؤال ال12 يا حبايبي بيقول لي ايه؟ بعد نزول الوحي اسرع الرسول الى زوجته، زوجته اللي تقولنا اسمها ايه؟ السيده ايه؟ خديجه. فاكرين شاطرين، السيده خديجه بنت خويلد، السيدة خديجة بنت خويلد، شطورة خالص. السؤال يا ولاد ال13، قال لي نطوف حول الكعبة، قلنا كم مرة يا ولاد بنقعدوا نلف حوالين الكعبة؟ هي عدد المرات، برافو، قالت لي 7 مرات، شطورة خالص. يبقى نطوف حول الكعبة 7 مرات.
طيب بيبدأ يسألني يا ولاد، كنا من شوية اتكلمنا عن الحديث وقلنا الرحم، ها بيسألني عن الرحم، هما مين الرحم دول حبايبي؟ ها الرحم دول هما الأقارب، صح كده، تمام قوي شطورة. السؤال يا ولاد الـ15 قال لي اليوم الآخر، وبرضه لسه قايلين معناه في الحديث لما قلنا من شوية، اليوم الآخر هو إيه؟ يوم القيامة. برافو، هو يوم القيامة. السؤال يا ولاد اللي بعد كده قال لي أكمل مما بين قوسين، وتاخد بالك كويس جدا من رأس السؤال وتقراه كويس عشان تعرف السؤال عايز منك إيه. قال لي التوراة، الإنجيل، القرآن. مش دي يا ولاد الكتب السماوية اللي عندي وموجودة عندي في مادة التربية الدينية؟ تعالى نعرف بقى هو عايز إيه مني السؤال. قال لي أنزل الله نقط على سيدنا موسى عليه السلام. هو أنزل إيه حبايبي على سيدنا موسى؟ التوراة. برافو عليكي، قالت لي التوراة، شطورة خالص. طيب تقرأي لي كده السؤال التاني. أنزل الله نقط على سيدنا عيسى عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى أنزل إيه على سيدنا عيسى؟ الإنجيل. الإنجيل، شطورة ومذاكرة. طيب بيتلو المسلم، احنا عارفين ان المسلم الكتاب بتاعه اسمه ايه؟ القرآن. يبقى اكيد بيتلو ايه، يقرا ايه المسلم دوت؟ اكيد القرآن الكريم. يبقى بكده يا ولاد خلصت السؤال بتاعي وتعرفنا على الكتب السماويه الثلاثه. السؤال حبايبي اللي عليه الدور بعد كده قال لي اكمل مما بين القوسين، واتفقنا ان انا اقرا السؤال كويس جدا قبل ما ابدا احل عشان ما اتلخبطش او انسى اي ايه سؤال. جاب لي يا ولاد بين الاقواس 114، وجاب لي كلمة ثلاث، وجاب لي كلمة القرآن، وجاب لي كلمة للفقراء والمساكين. بدأ يقول لي يا ولاد أول سؤال، بيتعبد المسلم بقراءة إيه؟ إحنا عارفين يا ولاد إن المسلم بيقرأ إيه يا ولاد، وإيه الكتاب بتاعنا؟ القرآن. القرآن الكريم، برافو. يبقى بيتعبد المسلم بقراءة القرآن الكريم، شطورة خالص. تاني سؤال معايا يا ولاد، قال لي القرآن الكريم يتكون من كام سورة؟ ولسه ما عدش علينا السؤال دوت، ولسه قايلينه. ومن الشاطر بقى اللي يقول لي؟ 114 سورة. ممتازة، 114، مش 14، 114. طيب تالت سؤال معايا يا ولاد، قال لي ايه؟ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق كام ليال؟ انا ما ينفعش اخاصم اخويا المسلم او اخويا اللي معايا في البيت، او بس هو هنا في الحديث يقصد اخاك المسلم، يعني اخوك او صاحبك او جارك. قال لي ما ينفعش اخصمه لمدة كام ليلة يا ولاد؟ بعد ثلاث ليالي ابدأ ربنا يجيني بقى ذنوب لو انا فضلت مخصمه، يبقى فوق ثلاث ليالي. طيب اخر سؤال يا ولاد معايا، قال لي يخرج المسلم الزكاة، بيخرجها لمين يا ولاد؟ الزكاة اللي بطلعها فلوس ديت كل سنة، بخرجها اطلعها ايه لمين؟ بديها لمين؟ مش للمحتاج؟ مين المحتاجين؟ الفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين، برافو عليكي شطورة. يبقى انا بديها للفقير وللمسكين، شطوري. السؤال يا اولاد اللي بعد كده عندي، قال لي اختر. اختر يعني يا اولاد بيديني سؤال وبيديني الاجابه من الاقواس وانا ابدا اختار الاجابه الصحيحه. اول سؤال يا اولاد قال لي، ها تقدري تقراي معايا كده، قال لي ايه؟ انزل القران الكريم على سيدنا موسى عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم. برافو عليكي، هاي الاجابه معايا بقى ايه؟ القران الكريم نزل على سيدنا مين يا حبيبتي؟ محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام، برافو. تاني سؤال يا ولاد قال لي نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ الصفه الوحشه اللي ربنا اللي الرسول سبحانه وتعالى نهاني عنها، وربنا في نفس الوقت يبقى برضه زعلان مني ويديني سيئات عليها، الصفه يا ولاد اللي نهاني الرسول عنها؟ التخاصم. التخاصم، يعني طبعا الصلح دي صفه جميله والسلام صفه جميله، لكن الصفه الوحشه اللي انا منهي ان انا اتعامل بيها او اعملها مع اي حد من اصدقائي او من صحابي، التخاصم، ان انا ما اخاصمش حد ابدا. طيب تاني سؤال معايا تقدري تقراه لي يا حبيبتي؟ يجب علينا ان نقعد بالرسول في صفاته. يجب علينا ايه؟ نكتب، نقتدي، نترك. هي نقتدي، برافو. نقتدي يعني نقلد الرسول يا ولاد في كل صفه بيتصف بيها الرسول، اقلده، اخده قدوه لينا. مش دايما اقول لك مثلا او ماما تقول لك انا قدوه ليك وبابا قدوه ليك، هنا بقى طبعا رسولنا هو قدوتنا كلنا، قدوه بابا وقدوه ماما وقدوه كل المسلمين، لان طبعا الرسول هو الشخص اللي ايه اللي عنده كل الصفات الحميده او الجميله، فيجب علينا ان نقتدي بالرسول في صفاته. تمام يا سنه اولى؟ تعالى نروح للسؤال الرابع، قال لي نحتفل بعيد ايه بعد الوقوف بعرفه، الفطر ولا الاضحى؟ الاضحى. الاضحى، برافو. اللي بقوا فيه في عرفه يا ولاد بقى فيه الحج دوت، بيبقى ايه؟ عيد، اسمه عيد الاضحى، برافو عليكم. سادس سؤال يا ولاد، قال لي الزكاه هي الركن نقط من اركان الاسلام. لسه كنا مراجعينها من شويه، قلنا الزكاه الركن الكام من اركان الاسلام؟ برافو الثالث، شطوره خالص. طيب تقدري تقرأي لي السؤال السابع معانا؟
لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق نقط ليالي. لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق نقط إيه؟ ليال. هيبقى كام؟ ثلاث. ثلاث، برافو، ثلاث ليالي. اتفقنا إن ما ينفعش إن أنا أخاصم أخويا المسلم أكتر من ثلاث إيه؟ ليالي. تامن سؤال أولاد، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار، الغار اسمه ايه يا حبايبي اللي كان بيتعبد فيه الرسول؟ حراء. حراء، ممتازة خالص. طيب السؤال أولاد اللي بعد كده بيقول لي ايه رأس السؤال؟ ضع علامة صح أو خطأ، ضع علامة صح أو ايه أو خطأ. نبدأ أولاد السؤال الأول، قال لي أنزل الله على سيدنا عيسى التوراة. هيا حبيبتي، سيدنا عيسى أنزل عليه ربنا سبحانه وتعالى التوراة؟ لا غلط. طبعا إجابة خاطئة، أمال أنزل على سيدنا عيسى إيه؟ الإنجيل. برافو، ممتازة. طيب تاني سؤال بيقول لي إيه؟ هتقدري تقرأيه معايا؟ في الإسلام عيد واحد فقط؟ الإسلام بتاعنا عنده عيد واحد بس، طبعا أنا عارف إن أنا عندي عيدين صح؟ عيد الفطر وعيد الأضحى. الأضحى، برافو، يبقى الإجابة خطأ. تالت سؤال معايا بيقول لي يتصدق الإنسان بأحسن ما عنده. أنا يا ولاد ينفع أتصدق لحد فقير أو مسكين بحاجة قديمة أو حاجة مهلكانة؟ لا، أنا لازم الحاجة أكون مديها له إيه يا ولاد؟ جديدة وحالتها كويسة صح؟ فبيقول لي يتصدق الإنسان بأحسن ما عنده، طبعا الإجابة إيه؟ صح. صحيحة، برافو. أفضل حاجة عندك تديها للفقير أو للإيه؟ للمحتاج. الشهادتين، برافو. متفقين إن الزكاة الركن الكام؟ الثالث، يبقى الإجابة معايا خطأ. طيب السؤال السابع، قال لي الإحرام من مناسك الحج. صح. صح، برافو، دي مناسك ايه؟ الحج الأساسية معايا. طيب السؤال الثامن، قال لي تحث آيات سورة العلق على طلب العلم. سورة العلق يا أولاد لما حفظناها وعرفناها وشرحنا معانيها بتحسني وبتدعوني لطلب العلم إن أنا أتعلم؟ صح. صح، برافو. طيب السؤال التاسع يا حلوين، بيقول لي كان الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلنا اول ما يسمع اسم الرسول نقول ايه عليه ايه؟ افضل الصلاة والسلام. برافو. لا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يا اولاد لا يصل الرحم، ما كانش بيصل الرحم ولا بيروح لقرايبه ولا بيكلمهم ولا بيوصلهم. خطأ. طبعا اجابة خطأ، ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصل ايه؟ رحم، وقلنا كده في الدرس بتاعنا. السؤال العاشر يا حبايبي بيقول لي كانت السيدة خديجة تطمئن الرسول صلى الله عليه وسلم. دي إجابة يا أولاد صحيحة. صحيحة طبعا، كانت دايما أولاد بتطمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وخصوصا لما نزل عليه إيه؟ سيدنا جبريل عليه السلام في الغار. السؤال الحداشر، اللي نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم هنقوله إيه؟ عليه أفضل الصلاة والسلام. لما بلغ 20 عاما، هي قلناها من شوية أولاد، فأكمل، كان بلغ كم سنة لما نزل عليه وحي سيدنا جبريل؟ ها، كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده 40 عاما، فالإجابة تبقى معايا خطأ ولا صح؟ خطأ. خطأ، برافو. انتوا شاطرين خالص السنة الأولى ومذاكرين وشاطرين على الآخر. السؤال يا ولاد الـ12، قال لي القرآن الكريم هو كلام الله. طبعا يا ولاد كلنا شاطرين وعارفين إن المصحف ده والقرآن الكريم ده كلام مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إجابة صح ولا غلط؟ صحيحة. صحيحة، برافو. طيب الـ13 يا ولاد معايا، قال لي كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكرم الضيف. ما كانش بيكرم الضيف يا ولاد، مش احنا عارفين يا ولاد ان من صفات المسلم الجميل لما يجي له ضيف يكرمه ويقدم له افضل ما عنده صح؟ يبقى كريم معاه عشان بياخد طبعا ثواب على كده كتير من عند ربنا سبحانه وتعالى. فبيقول لي الرسول بقى ما كانش بيكرم ضيفه؟ طبعا لا، من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان بيكرم الضيف. طيب تعالى يا ولاد للسؤال اللي بعد كده، بيقول لي صل، صل ده يعني وصل، بس انا عارف وشاطر ان انا مش بوصل عشان ما لخبطش الدنيا مع بعضها، انا برقم بس، انا اقولها بالارقام. مش انا عندي 3 اسئله قدامي دلوقتي، فانا برضو هاخد الاجابه واشوف انهي الاجابه المتناسبه مع السؤال وابدا احط بالارقام عندها. طيب تقرأي لي اول سؤال يا حبيبتي. اذا اخطات، ها، لما بخطأ يا اولاد واعمل اي حاجه خطأ لماما لصاحبي الجاري القريب لاي حد، المفروض ان انا اعمل ايه؟ اصلح خطأي واعتذر. يا اولاد اصلح خطأ يا اولاد، الحاجه الخطأ اللي انا عملتها دي احاول اصلحها على قد ما اقدر، وكمان يا اولاد لما اعتذر دي حاجه جميله جدا، اما اقول انا اسف انا ما كانش قصدي، دي من صفات الانسان المسلم جميل ان هو يعتذر لما بيخطأ. تمام يا اولاد؟ طب تاني واحد بيقول لي اليوم الاخر هو ايه؟ واتفقنا وقلناها من شويه في المراجعه، في بدايه المراجعه قلنا اليوم الاخر هو ايه يا حبايبي؟ يوم القيامه. يوم القيامه، ممتازه. طيب تالت سؤال معايا، افصل، اللي نزل الوحي في شهر اسمه ايه يا اولاد؟ الشهر اللي نزل فيه سيدنا جبريل او الوحي رمضان. كان شهر رمضان. يبقى انا يا اولاد مش بوصل، انا برقم، واخد بالي كويس جدا وانا بقرا السؤال ان انا بحط الرقم المظبوط عند الاجابه بتاعته عشان ما اغلطش وانقص ايه؟ درجات. تعالى يا اولاد السؤال اللي بعده برضه يا اولاد، بقيت صل معايا، بيقول لي القران الكريم
مكون من كم سورة؟ واتفقنا يا ولاد من شوية قلناها أكتر من مرة، هي مكون من كم سورة؟ 114 سورة. برافو شطورة على الآخر، قالت لي 114 سورة. طيب الرحم كررناها برضو أكتر من مرة، المفروض بقى الناس الشاطرة الحلوة بقى اللي هتجاوب معايا وتبقى عارفة الإجابة. الرحم هو مين؟ الأهل والأقارب. برافو، أهلي وأقاربي هم رحمي، شطورة على الآخر. يبقى أحط رقم 5 عند الأهل والأقارب، وأحط رقم 4 عند الإجابة اللي إحنا اتفقنا عليها ال 114 سورة. متبقي معايا يا أولاد السؤال السادس، قال لي إيه؟ تقرأه لي. كان إيه؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام، ها؟ يصل الرحم ويصدق الحديث. يصدق الحديث، يعني كان صادق في حديثه. يبقى كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه يا اولاد؟ كان بيصل رحمه، يعني بيروح لقرايبه، وكمان بيصدق الحديث، يعني حديثه وكلامه كله صدق، مفيش حاجه طبعا ايه فيها في حديثه او في كلامه اي كذب. يبقى من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، الصفات الجميله اللي انا المفروض اقتدي بها في الرسول واخدها منه، الصدق، وطبعا صلات ايه؟ الرحم. السؤال معايا يا ولاد السابع برضو فصل، عندي السابع والثامن والتاسع. السابع بيقول ايه؟ خلق الله، يا ترى ربنا سبحانه وتعالى خلق ايه؟ ها، خلق الحب، خلق ثلاث ليالي. طبعا اكيد يا ولاد ربنا سبحانه وتعالى ايه خلق ايه؟ عندي الاجابه الشمس والقمر. الشمس والقمر، ربنا سبحانه وتعالى طبعا يا ولاد احنا عارفين ان هو خلق لنا كل الكون ده، ربنا اللي خلقه، النبات والحيوان والانسان، وهو اللي خلق الارض، وهو خلق كل شيء اعلى والسماء. فطبعا ربنا سبحانه وتعالى هنا خلق الله الشمس والقمر. طيب السؤال الثامن معايا بيقول لي ايه يا اولاد؟ ها تقراوه. تدعو الذكاء الى تدعو الذكاء الى ايه يا اولاد؟ قلناه من شويه، الحب والطيب. الذكاء يا اولاد، لما انا بدفع الفلوس للفقراء والمساكين وادفع الزكاه بتاعتي كل سنه، طبعا انا كده بدعو للايه؟ للحب والتعاون، ان احنا نحب بعضنا ونتعاون مع بعضنا ونساعد ايه بعضنا الاخر. طيب السؤال التاسع بيقول لي لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ايه؟ ثلاث ليالي. برافو عليكي، وقلناها اكتر من مره ان انا ما ينفعش اهجر، يعني اخاصم اخويا المسلم اكتر من ثلاث ليالي. تمام يا حلوين. ومعانا يا اولاد لسه سؤال سلم مكمل، معانا السؤال العاشر وال11 وال12. قال لي هيأ الله لنا الارض. ربنا سبحانه وتعالى الاولاد لما خلق لنا الارض قبل ما يخلقنا حصل ايه؟ يبقى احنا متفقين ان ربنا خلق لنا الارض وهيئها لينا، وبعد كده خلقنا احنا، صح يا سنه اولى؟ يبقى بيقول لي هيأ الله لنا الارض، هقول له الاجابه قبل ان يخلق. ينفع اوصل يا اولاد بالقلم ولا شبط وبهدل الدنيا؟ لا، بحط الارقام، احط 10 فين؟ عند الاجابه، عند قبل ان يخلقنا. طيب يحصنا الاسلام على ايه؟ اسلامنا الجميل، الدين الاسلامي الجميل بتاعنا، بيحصنا وبيدعونا لايه يا اولاد؟ صله الرحم. ان انا اصل رحمي، ان انا ايه؟ اصل قرايبي واروح لهم وازورهم واسال عنهم حتى لو بالتليفون سنه اولى. طيب يخرج المسلم الزكاه، كل ايه؟ المسلم بيطلع الزكاه يا اولاد، كل ايه يا اولاد؟ كل ايه؟ كل عام. قلناها قبل كده كل سنه او كل عام في شهر ايه؟ في شهر رمضان، صح يا سنه اولى؟ وطبعا انا باخد عليها ثواب كبير من ربنا سبحانه وتعالى. طيب تعالى يا اولاد نتعرف كده على نموذج اختبار قياس المستوى، وهنبص كده نشوفه الامتحان لما يجي لي او الاختبار بتاع قياس المستوى هيجي لي شكله عامل ازاي. قال لي يا اولاد اول حاجه ببدا بيها القران الكريم، فبيقول لي اولا القران الكريم، وبدا اولاد يجيب لي برضو بعض الكلمات من القران الكريم بين الاقواس، وابدا انا ايه استعين بيها، واستعين بيها في حفظي، واحطها في المكان المناسب ليها في مكان النقط. رأس السؤال طبعا ما نساوش يا سنة أولى واقرأه كويس جدا، قال لي أكمل مما بين القوسين، القدر، ليلة، خير، الروح، الفجر. قال لي إنا أنزلناه في ليلة القدر. برافو، وما أدراك ما ليلة القدر. ممتازة، ليلة القدر إيه من ألف شهر سنة أولى؟ خير. خير، برافو. تنزل الملائكة وإيه فيها؟ والروح. ممتازة، حافظة وشطورة خالص. بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الفجر، برافو. تعالي اقرأوا على بعضها كده سنة أولى. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
هنتعرف يا اولاد على تاني حاجه بتجيلي في الورقه على طول، هلاقيها قدامي، ودي طبعا من الحاجات اللي احنا اخدناها في المنهج بتاعنا، وهي الاحاديث الشريفه اللي منقول عن مين يا اولاد؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي اكمل الحديث الشريف الكلمه الطيبه يا اولاد. صدقه. قلنا اللي يقول لصاحبه ولا لاخوه ولا لاي شخص كلمه جميله وطيبه وكلمه حسنه، اللي يحصل كانه تصدق يا اولاد، ياخد ثواب كبير زي ثواب الايه؟ الصدقه بالظبط. قال لي ثالثا يا اولاد الفروع، اختر. اول سؤال معايا بيقول لي الزكاه هي الركن الكام من الاسلام؟ ها الاول ولا الثالث ولا الخامس؟ ها الزكاه اتفقنا كذا مره وقلناها كتير. ها مين الشطور اللي هيقول لي؟ برافو، الثالث، ممتازه. تاني سؤال معايا بيقول لي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار، غار اسمه ثور ولا غار اسمه حراء؟ حراء. برافو عليكي، قالت لي غار حراء، شطوره خالص ومذاكره معايا. ثالث سؤال معايا بيقول لي نحتفل بعيد ايه بعد الوقوف بعرفه؟ اني عيد يا اولاد، الفطر ولا الاضحى؟ الاضحى. احنا عارفين ان عيد الاضحى هو اللي ايه مربوط او بيربطه الوقوف بايه؟ بعرفه، وطبعا بايه؟ بالحج. طيب رابع حاجه معايا او رابع سؤال في اختر بيقول لي نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم، هنقول عليه افضل الايه؟ الصلاه والسلام. برافو، نهانا عن ايه يا اولاد؟ عن الصلح ولا التخاصم ولا السلام؟ الصفه الوحشه اللي نهانا عنها التخاصم. برافو عليك، شطوره. طيب تعالى يا اولاد معايا السؤال اللي بعد كده بيقول لي ضع علامه صح او خطا. قال لي اول سؤال خلق الله الارض بعد ان خلقنا؟ الكلام ده صحيح يا اولاد؟ طبعا خطا، ان قلنا ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الارض اول حاجه وبعد كده خلقنا احنا. طيب تاني سؤال معايا تقرايه. نزل الوحي على الرسول لما بلغ 20 عاما. بلغ 20 عاما الرسول في الوقت دوت لما نزل عليه الوحي. خطا. خطا، قلنا كان عنده كام سنه؟ 40 عاما. 40 عاما. طيب تالت سؤال معايا يا اولاد بيقول لي تحث ايات سوره العلق على طلب العلم. سورة العلق أولاد هدفها ومعنى آياتها بيحسني وبيقول لي إن أنا أطلب العلم وأتعلم، إن العلم طبعا بيوصلني لمراتب ومناصب عالية عليا. صح. صح، برافو عليكي، يبقى تحس آيات سورة العلق على طلب العلم. برافو عليكي شطورة، الإجابة صح. طيب رابع سؤال وآخر سؤال معايا في صح وغلط بيقول لي تدعو الزكاة إلى الحب والتعاون. هل الزكاة يا أولاد بتدعوني لصفة الحب والتعاون؟ صح. صح، برافو عليكي شطورة. طيب السؤال اللي بعد كده يا اولاد ممكن يجي لي في الامتحان شبهه، قال لي سؤال اكمل. اول سؤال بيقول لي خيركم، خيركم لايه؟ اوعى تتلخبط فيه لان الكلمتين شبه بعض. خيركم، خيركم لمين؟ اهله. لاهله، اول واحده لاهله. طيب وتاني واحده وانا خيركم لمين؟ لاهلي. طبعا ده حديث عن الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. تاني حاجه يا اولاد معايا في اكمل، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق كام ليال؟ ثلاث. ممتازة. طيب اسلامنا الجميل بيدعونا يا اولاد لبعض الصفات الجميلة، فهنا بيدعونا الاسلام الى ايه؟ الى صلة ايه؟ الرحمة. صلة الرحم او الرحمة، برضو من الصفات الجميلة اللي انا بتعلمها من الاسلام بتاعي ولازم اتبعها واقتدي ايه بيها. طيب رابع سؤال معايا قال لي انزل القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم نزل على سيدنا مين ورسولنا الكريم؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. السؤال اللي بعد كده يا أولاد قال لي صل أوصل يا أولاد ورغبة الدنيا؟ قال لي لا، أخد الأرقام بتاعت الأسئلة وأبدأ أحطها الناحية التانية عند الإجابة الصحيحة. قال لي الإحرام يا أولاد، هو إيه الإحرام دوت؟ إحنا اتفقنا دوت كان من مناسك الإيه؟ الحج. برافو، فهبدأ أحط عند مناسك الحج رقم واحد. طيب الصوم هو ركن كام من اركان الاسلام؟ قلنا الركن الرابع. الرابع، برافو شطوره خالص معايا، يبقى نحط رقم اتنين عند رقم عند كلمه الرابع. طيب انزلت التوراه على مين؟ التوراه نزلت على سيدنا مين، عيسى ولا موسى؟ موسى. موسى، برافو عليكي. الزكاه هي الركن كام من اركان الاسلام؟ الثالث. قلناها كتير بقى، انا اقول عيب قوي لو انا ما اعرفش اجابتها. الزكاه هي الركن الثالث من اركان الاسلام. واخر سؤال معايا اللي هو رقمه كام؟ الخامس، صح. قال لي انزل الانجيل على مين؟ على سيدنا عيسى. على سيدنا عيسى، برافو عليكي. يبقى انا يا اولاد ارقم واخد بالي في الترقيم ان ايه؟ ان ارقم بصوره صحيحه. وبكده يا اولاد يبقى النموذج بتاعي تطبيق قياس المستوى انتهى معايا، وبالتوفيق والنجاح ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.